قالش كلام عيال اوعى وبقى تتلبشوا وتخافوا منها وتختشوا اوعى وبقى تتلبشوا وتخافوا منها وتختشوا مين قدنا في الحتة مين حسدنا كل الميتين والليلة الليلة الليلة ليلة الأربعين الكل جم يستقبلوه والناس في غاية الانبساط باين عليه النار خدوا لأن في ريحة شياط يا سلام وسلم عندما يجينا روحه من السما يا سلام وسلم عندما يجينا روحه you